معي عبر الهاتف السيد علي حسن، المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشركات في صندوق العمل تمكين. أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. ما الأهمية التي يمثلها التوقيع على هذه الاتفاقية والتعاون مع معهد سانس للأمن السيبراني؟ أهلا وسهلا، شاكرين لكم على الاستضافة. حياك الله. طبعا يأتي هذا التعاون مع معهد سانس الرائد عالميا لتوفير برامج تدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، ويستهدف تدريب مئات البحرينيين. كمرحلة أولى راح يستهدف البرنامج تدريب 200 بحريني خلال إن شاء الله العامين القادمين. وهذه المبادرة طبعا شأنها شأن جميع مبادرات التمكين، تأتي لتحقيق واحد من أهم أهداف التمكين، وهو جعل البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل، وبالخصوص في مثل هذه الوظائف الواعدة كمجال الأمن السيبراني. هذه المبادرة قمنا بها مع بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال رصد احتياجاتهم من هذه المهارات في مجال الأمن السيبراني، ومن ثم تم تطوير هذه البرامج لسد مثل هذه الفجوات. نعم. معهد سانز يمنح درجة ماجستير في هندسة أمن المعلومات، ويقدم كذلك برامج علمية ودورات لمن يحملون شهادة البكالوريوس في 5 حقول جميعها متعلقة في أمن المعلومات. هل سيتم تصميم برنامج تدريبي خاص لتمكين وفق حاجة السوق في البحرين، أم سيتم تقديم البرامج التي اعتاد المعهد على تقديمها منذ 2006؟ التعاون معنا مع معهد سانز راح يكون يتوافى مع متطلبات السوق المحلي. فبعد استشفاء الحاجه من هذه المهارات في القطاع الخاص، قمنا بالتعاون مع معهد سانز لتقديم برنامج تدريبي متخصص يلبي هذه الاحتياجات، ومنها منهم بعض الشهادات الموجوده اليوم اللي يقدمها معهد سانز اللي هي معروفه دوليا وتم اثبات جدارتها في مجال الامن السيبراني، لكن راح يكون فيه خصوصيه في هذا البرنامج الى البرنامج التدريبي اللي راح يطبق ان شاء الله في المملكه. نعم استاذ علي، تحدثت ان هناك 200 خريج سيكونون يعني ضمن الدفعه الاولى من هذه الاتفاقيه للتدريب. كيف سيتم ترشيحهم؟ هل هناك اسماء جاهزه؟ البرنامج الذي يمنحه المعهد يبنى على من انهوا شهاده البكالوريوس، هل جميع المتدربين الذين سيتم الحاقهم في البرنامج خريجو بكالوريوس؟ في المرحله الاولى راح يكون عندنا نوعين من المستفيدين في هذا البرنامج. نعم. النوع الاول هم الباحثين عن عمل، الخريجين من مجالات الحوسبه او المجال التكنولوجي من الجامعات، خريجين الجامعات، وهذا لين راح يكون لهم تراك معين. والجزء الشق الثاني راح يكون من الموظفين الحاليين في مجال الامن السيبراني في مؤسسات القطاع الخاص. سيد علي حسن، المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات بصندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.